لقد جذب المحيط اهتمام الإنسان من قديم الأزل، ليس باعتباره مصدراً للغذاء فحسب، بل في الأسرار التي يحويها بداخله. من المعروف اليوم أن الإنسان لم يدرس من البيئة البحرية سوى 10%، أي ما يقرب من 250,000 نوع، من بينهم العديد من المخلوقات التي تدهشنا أكثر من الديناصورات. سنحكي لكم اليوم عن أكثر الحيوانات غرابة في البيئة البحرية، والتي ربما لن تسمعوا عنها من قبل. فلنبدأ. الكلمار. لا يوجد الكثير من المعلومات عن هذا الكلمار الذي يعيش في الأعماق. لقد تم تصويره بالكاميرا لأول مرة في بداية القرن 21، عندما قام الجيولوجيون الأمريكان من كاليفورنيا بالعمل في هاواي. كان طوله حوالي 6 أمتار، وكان يسبح بسرعة كبيرة. عرف العالم هذا الكلمار لاحقاً عندما انتشر له مقطع الفيديو، صور في 2007 في خليج المكسيك بالقرب من رصيف لاستخراج النفط من عمق الماء. حينها بدأ أن هذه المخلوقات تعيش عادة على عمق 2000 متر، لذلك لم يعلم الإنسان عنها شيئا. لكن هناك من قال بأن هذا الكلمار العملاق ليس من هذا الكوكب. هذه النظريات بالطبع لا تمت للواقع بصلة، وسرعان ما أثبت العلماء ذلك عن طريق مراقبتهم للأفراد الشابة منها، لأن الأفراد البالغة تعيش على عمق كبير جدا لا نستطيع أن نصل إليه. هذه الأذرع الموجودة في جسده مهمة، حيث يستخدمها الكلمار في جمع الطعام من القاع. العناكب البحرية. لعلك تعرف أن العناكب العادية تخاف من الماء، لكننا هنا بصدد الحديث عن العناكب البحرية التي يبلغ طول أقدامها 0.5 متر، وهي تتحرك بحذر وببطء في قاع الماء كأنهم وحوش من فيلم خيالي. لكن في الحقيقة هم لا يعتبرون عناكب، يطلق علي هذا الاسم بسبب التشابه الخارجي مع العناكب العادية. تنتشر العناكب البحرية في البحر المتوسط والبحر الكاريبي وفي المحيط القطبي الشمالي والجنوبي. هذه العناكب تعيش على عمق 2000 متر. تتميز هذه الكائنات بالخفة والسرعة، وتتغذى على الشقار والإسفنجيات. تستخدم العناكب خرطوماً خاصاً موجوداً في جسدها من أجل تناول طعامها، والذي يرجع إليه الفضل في قدرتها على مص الغذاء وتمريره إلى الأمعاء مباشرةً. سكوتا بلانسا. أمامكم أحد المخلوقات الغريبة التي تعيش في عدد من المحيطات، وأيضاً في القارة القطبية. على أي حال، إذا قررت الذهاب إلى القطب الجنوبي، فمن المستبعد أن تراهم، لأنها تعيش على عمق كبير جداً في المحيط. الشيء المدهش في هذا الحيوان هو الدور الذي يلعبه في استقرار البيئة البحرية. الأمر يكمن في أن سكوتا بلانس وفقاً لقدراته يشبه الديدان العادية التي تعيش على الأرض، فهي تتغذى على جميع الفضلات المتاحة وتعمل على معالجة البقايا النباتية الموجودة في قاع المحيطات. تستخدم الكائنات حاسة الشم من أجل اكتشاف الغذاء. تستطيع بفضل حاسة الشم العثور على جثث الحيتان الميتة في قاع المحيط. للأسف هذه المخلوقات البحرية المدهشة معرضة لخطر الانقراض بسبب صيد الإنسان للأسماك بالشباك الكبيرة وتلوث المحيط. هذا ينعكس بالطبع على المنظومة البيئية وعلى غذاء الحيوانات المفترسة التي بدأت في افتراس سكوتا بلانس. أخطبوط دامبو. هذا الشكل الغير مألوف للمخلوقات البحرية يعيش على عمق 4000 متر، لكن تمت ملاحظته عدة مرات في الطبقات المائية القريبة من قاع البحر. سمي هذا الأخطبوط بذلك بسبب أذنيه الموجودة في الجزء العلوي من الرأس وتشابهه مع فيل ديزني. بعض الأفراد من هذا الحيوان يصل وزنها إلى 5 حتى 6 كيلوغرام. على أي حال، أحجامهم ليست كبيرة للغاية. هناك حقيقة مثيرة لابد أن تعرفها عن هذا الحيوان، وهو غياب الحبر في جسده خلافاً للأنواع الأخرى من الأخطبوط. لكن لديه طريقة أخرى يدافع بها عن نفسه من الحيوانات المفترسة. السر يكمن في الخلايا العاكسة للضوء
التي تجعله قادراً على تغيير لونه للتمويه. بفضل ذلك يستطيع الأخطبوط دامبو أن يخضب نفسه باللون الأحمر والأبيض والوردي والبني، وأحياناً يكون شفاف. زنبق البحر. اسم هذه الحيوانات وشكلها الخارجي يمكن أن يصيبك بالحيرة، لكن لا تشك، فأمامك حيوان بحري حقيقي وليس زهرة نادرة. للأسف هذه الحيوانات تنقرض بسبب المشاكل البيئية، كما هو الحال مع الكثير ممن يعيشون في المحيط. الغالبية العظمى من زنبق البحر لا تتحرك مثلها مثل الزهور، لكن هناك البعض منها لديه القدرة على التحرك. يوجد الفم في منتصف جسد هذا الكائن، ويقوم باصطياد الفريسة التي تمر من أمامها. هذا الكائن يعمل كفلتر، حيث يسمح لمياه البحر المرور من خلاله، ويستخلص منها المواد المفيدة بالنسبة له، والتي من بينها الطحالب واليرقات وبعض القشريات الصغيرة والمواد العضوية التي تسمى بالحوتات. على الرغم من أن زنبق البحر يعتبر من الكائنات الهشة، إلا أن هناك هيكلاً عظمياً يحيط بجسده الهشة. هذه الكائنات تصبح حجرية بعد موتها، وأصبحت تجذب انتباه الناس على مدار المئات من السنين. دودة الكالمار. اكتشف العلماء في أعماق المياه مخلوقاً غير عادياً يعتبر هجيناً بين الدودة والكالمار. في عام 2007 أثناء إحدى البعثات التي كانت تتم في الجزء الغربي من المحيط الهادي، لكن تأكدوا أن الشيء الذي يجعل هذا المخلوق متميزاً ليس شكله الخارجي، ولكن طريقة حركته. تتحرك هذه الدودة التي تشبه الكالمار بين البحار والمحيطات بفضل البروزات الكثيرة المنتشرة على طول جسدها. بالمناسبة، يوجد مثل هذه البروزات على رأسها. يعتقد العلماء أن هدف هذه البروزات يكمن في تحديد الروائح والقدرة على معرفة الأماكن. على الرغم من أن الشكل الخارجي للكالمار يبدو مرعباً، إلا أنه لا يعتبر مفترساً، فطعامه الرئيسي هو الحوتات، أي المخلفات العضوية التي تسقط من الطبقات المائية العليا إلى أسفل. على الرغم من أن الدودة الكالمار تم اكتشافها منذ وقت قريب، إلا أنها لا تعتبر نوعاً نادراً. اكتشف الباحثون أن هذه الكائنات أعدادها كثيرة، وتعيش على عمق أكثر من 2.5 كيلومتر. المشطيات. ربما يبدو لكم هذا الكائن في البداية أنه آلة موسيقية غريبة. من الصعب أن تصدق أن الإضاءة الساطعة الموجودة على جسد هذا الكائن هي هبة من الخالق، ولم تأتي نتيجة استخدام أي آلة من آلات الإضاءة. هذه الحيوانات تعتبر أقارب القناديل. هي تمتلك جسداً شفافاً من الجوانب الذي يتحول إلى قوس قزح في الظلمة بفضل الزعانف. لكن هذه الحيوانات ليست فريدة من نوعها بسبب شكلها الخارجي المميز. تمكن العلماء الروس منذ عدة سنوات من قراءة جينات هذا المخلوق، واكتشفوا اكتشافاً رائعاً. اتضح أن المشطيات من أقدم المخلوقات في العالم، واستطاع جهازها العصبي أن يتغير أكثر من مرة على مدار تطورها. يطلق علماء الأحياء على هذا الجهاز العصبي اسم المخ، وهو المسؤول على معرفة الأماكن والتنسيق بين حركة العضلات، وقادر على معالجة نفسه بنفسه حال إصابته. هذه الاكتشافات يمكن أن تساعد الإنسان ليس فقط في دراسة تطور الحيوانات، ولكن في إعداد الدواء. الديدان الخرطومية. إذا سألك شخص ما عن ما هو أكبر حيوان على الأرض، لأجبت الحيتان والفيلة وأفراس النهر. الآن سندهشكم، لأن صاحب الرقم القياسي في عالم الحيوان بالنسبة للحجم هي الديدان الخرطومية. بالطبع نحن هنا نتحدث عن الطول وليس عن الوزن. هذه الدودة تعيش في المحيط الأطلنطي، ويصل طولها إلى 30 متراً. على الرغم من أن الإنسان قد رأى مرتين دودتين يصل طولهما إلى 50 متر، يصل عرض الدودة عدة مليمترات. الدودة لديها عضلات قوية مما يعطي لها مرونة رائعة. هذه الدودة تستخدم خرطوماً دقيقاً لا يرى بالعين المجردة من أجل اصطياد فرائسها.
تختبئ هذه الديدان في قاع المحيط من أجل الاصطياد، وتخرج خرطومها من مخبئه في لحظة اقتراب الفريسة. هذا الخرطوم يفرز مادة مسممة في جسم الضحية، وبعد ذلك تتسلل الدودة وتأكل فريستها من الداخل. هذه الديدان البحرية لديها قدرة استثنائية على التجدد عند فقدان جزء من أجزاء جسدها، حيث يظهر لديها جزء جديد آخر مثلها مثل باقي الديدان التي تعيش على الأرض.